الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قصة قارون. قصة قارونين. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال. فقد آتاه الله تعالى أموالا طائلة كمان دي شور لمن قوتنا وكنوزا ضخمة، كنوز دون قو بلغ من ضخامتها نمقون زيسك نمكرون زيسك كأن الأقوياء أم دنوا من الرجال كونغا دنا دنا كان يثقلهم سيرك روجين حمل مفاتيحها سورة مادا قدرس درك رو. ولكن عدو الله كلادو علي بغى وتجبر كلنجي كوزرو كراغون وخرج عن طاعة موسى عليه السلام تيتي سينا موسى انشلو. فقال له بعض قرابته ناصحين له محذرين كارنغوتونز لا شر نسيا كندو تمالا شر نسيا ديومالا شر ريتمالا شوزا تمالا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة غير شر أي لا تفرح بلذات الدنيا ورني تم تم تمي كجي دنيا يالو ورني تم تم تمي معرضا نيك غاو كلك تمالا فير كلك تمالا عن الدين والعمل للآخرة أدين رون غاو كلك تمالا كندلون ليران يرو فير أدين رون غاو كلك تمالا ورني كورنا تمي. فقال قارون رادا لنصيحتهم نسيان ذرا كلك تمي حل إنما أوتيته على علم عندي إنجينا. ولم يزل قارون النقطي مستمرا على عناده وبغيه كلا تشبانزا كلا كونزا النقطي وعدم قبول نصيحة قومه نصيحة النجمة يشرى سندا مودا واتما النقطي فرحا كارو كجمالا بطرا رجلد واتمالا قد أعجبته نفسه نسكن ذي شاكر نزونا وغره ما أوتيه من الأموال أو شرى لمن انتنا ألا لمن ننشر تنا ألا شرى لمن انتنا ألا شافيت مالا دي. فخرج تشلو ذات يوم يملى على قومه جمين زي جمين زرو سرو جمين دين في هيئة عظيمة صفة قلولا صفة كمب وتجمل باهر زي نار نزنا من مراكب وملابس أو أكم باي كريا كت 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 كازموا وملابس عليه كازموا تنزن زن قلو قلو دانا وعلى خدمه وحشمه تداونزا أم شادر ذاكل زنا. فلما رآه ساشا صرنا من يريد الحياة الدنيا كم كننغا ديناي أم كننغا ديناي سرانا إشا صرنا ويميل إلى زخرفه زخرفها ديناي تم تم ديناي ألو كم بل ديناي ألو كلبتوماي ميلتانا إشا صرنا وزينتها زينة ديناي ألو كلك ملتانا إشا صرنا تمنوا سندي نيام يامغاتا ألو كان لهم مثل ما أعطي تا سنديرم بيا أو ده مثل قرنر تينا كي سندينا زن بيا سن يامغاتا. فقالوا سغلدا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فلما سمع مقالتهم سمنا ذرا فندنا أهل العلم النافع أمدن علم فيدتو علم فيدا نذن دسونا ما كولين ذرا فندنا قالوا لهم سنجرادا ويلكم يا يندو ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ولما انتهت بقارون حالة البغي والفخر سا تموتنا فقارونا رحل دون نم كلانغ كويا فخر تقرتيا أدي وزينت الدنيا عنده دينا دانا زنزايتنا رولزنا وكثر بها لمن دون وكثر بها أعجابه بغته العذاب دايتار بان أذاو يسي شاكم زكو زكوجي. فخصف الله به وبداره الأرض جزاء على من جنس عمله جزد وكندون زي جرين. فكما رفع نفسه على عباد الله كنجالا يركلا حبسنا كلان زدا حبسنا سون أنزله الله تعالى شا كمان تشاء أسفل سافلين تشيديا تشلو شا كمان تشاء هو شا وما اغتر به من داره أعود أنه شن فيتنما فانزا وأثاثه كريكا تنير صرفا دانا ومتاعه كالوكا تنزيا سمسو شا كمان تشيديرو لبشو فما نصر ولا انتصر شان سرتي نسرتي شابنا ما يشان دوا بنزنا يبا شان سرتي ما يبا هذا من شاك من يشاك لبجو. والحمد لله رب العالمين.